وينضم إلينا للحديث عن استهداف الناشطين والمتظاهرين في العراق من قبل القوات الحكومية والميليشيات من إسطنبول الناشط في التظاهرات ضياء الغزي. أهلا وسهلا بك سيد ضياء. أهلا بك أستاذي الكريم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام وشكرا على الاستضافة. على أي أساس قامت القوات الحكومية باعتقال الناشط أيهم النعيمي؟ هل هناك مسوغات لهذا الاعتقال؟ أخي الكريم، أنه مسلسل استهداف الناشطين بالعراق لن يتوقف إلى حين زوال هذه العملية السياسية، أو ما نسميها بعصابات الأحزاب التي استولت على مقدرات العراق وأرضا وشعبا. أما عن موضوع اعتقال الناشط المدني أيهم النعيمي، فالرجل ما سوى فد شيء يعني مخالف للقانون، وانما طالب محافظ المثنى بمنشور، طالب محافظ المثنى ومدير صحه المثنى بالكشف عن قضيه فساد لصفقه كمامات اسعار خياليه. وذكر بالمنشور: يا محافظ المثنى، ان لم تحقق بالحادثه او بالسرقه سوف نضطر نكسر الحظر، نتظاهر. يعني يعني خلى اداه جزم، خلى اداه جزم ان قام جال. من حقي انا كمواطن ومن حقك انت وكل مواطن ان يناشد المسؤول ويتحاور معه، لأن الشعب هو مصدر السلطات. نعم استاذ. هنا نتساءل في الحقيقة عن ما تقوله وتدعيه السلطات الحكومية من أنها تضمن حرية الرأي والتعبير وفقا لدستور العملية السياسية. أين حرية الرأي وحرية التعبير إذن؟ العدل الكريم، هذا كله حبر على ورق. دستورهم باطل، دستورهم استذوا منه الذي ما يخص مصالحهم. نعم، مصالحهم الشخصية للأحزاب، وإنما الذي يخص المواطن فلن يطبق لهذه الساعة. أعطيني مادة بالدستور كفلت حق المواطن من المعيشة، من الحقوق، من الواجبات، دعك من المادة 38 و37 من الدستور التي أعطت حرية التعبير عن الرأي، لكن اعطيني ماده من مواد الدستور التي شرعوها اعطت حق للمواطن، اعطت ما يبتغاه المواطن منذ يوم تاسيس هذا الدستور المشؤوم. نعم. نشير هنا الى ما اكده موقع ميدل ايست اي الذي قال بان المتظاهرين ما زالوا يتعرضون للهجوم والانتهاكات على الرغم من وجود وباء كورونا وانشغال السلطات على ما هو مفترض بمعالجة أثار ذلك الوباء، ولكنهم في نفس الوقت يواصلون انتهاك حقوق الإنسان المتعلقة بالمتظاهرين. بالنسبة للوباء الكورونا، هذا وباء عم على كل العالم، ولكن العراق بلد قوي إن شاء الله ومحافظ، ولكن الذي جلب الوباء هم السياسيين. عندما فتحوا ابواب المنافذ الحدوديه والمطارات على يعني على لحد هذا اليوم هي مفتوحه، لحد يوم قبل يومين وصلت قافلتين من ايران. ماذا عن استهداف المتظاهرين رغم هذه الجائحه؟ هم يدعون حفاظا على سلامة المتظاهرين من التجمعات، وهم ما صدقوا يلزموا لهم عذر شرعي، يدعون بحماية المواطن والمتظاهر. إذا أنت تدعي حماية المتظاهر من المرض والوباء ومن هذا، لماذا لم تعطي حقه؟ مو هناك 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 انتهاك لحقوق الانسان ازيد من فيروس كورونا بالعراق. المواطن العراقي يوميا يموت 1000 موته، مو 24 ساعه يموت. نعم. طيب، في سياق هذه الانتهاكات كان هناك اغتيال للناشطه ام عباس في الاسبوع الماضي.
طبعا عدم إظهار السلطات والشرطة لنتائج التحقيق في اغتيالات سابقة شجع من يقوم بهذه الاغتيالات على مزيد من ارتكاب الجرائم، ولا يعتقد أن هناك تحقيق نزيه وشفاف يمكن أن يكون. هل لديكم أمل في أن تكون هناك تحقيقات من هذا النوع؟ أجزم وأنا على يقين أي لجنة تحقيقية يدعون بتشكيلها في كافة القضايا، إن كانت الشهيدة أم عباس أو غير قضية أم عباس، كافة القضايا لم ولن تظهر نتائج معلنة للعلن، وإن خرجت بإدانة فيتم التعتيم عليها وتتويفها. واعطيني اي لجنه تحقيقيه خرجت بنتائج في العراق. الشهيده ام عباس هذه المراه الغيوره الوطنيه التي خرجت من 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 دارها في منطقه الحواسين، وأنت تعلم ما هي منطقة الحواسين، منطقة منكوبة، منطقة محرومة، خرجت تطالب بحقوق النساء وحقوق عامة الشباب العاطلين في ذي قار، ولم تكسر الحذر أم عباس، ولكن الأحزاب استغلوا حادثة أم عباس وخروجها بهذاك اليوم إلى ساحة الحبوبي، ربطوها في قضية عدنان الزرفي. نعم. للإطاحة بعدنان الزرفي. نعم. وتم اغتيالها بهذا الشكل الإجرامي. شكرا لك الناشط في التظاهرات ضياء الغزي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.